اهلا بيكم يا حبايبي ثانوية عامة مع مستر هاني مانسي، ودلوقتي جه ميعاد الحلقة اوميشن اوف اف، يعني انا ممكن احذف اف خالص واستبدلها بحاجات تانية. تعال نشوف اول حاجة، ممكن نستخدم شود بدل من اف، وبستخدم الكلام ده او ينفع استخدم الكلام ده في الحالة الاولى والتانية. يعني مثلا if you come on time you will meet Mr. هاني مانسي، لو جيت في الوقت المحدد هتقابل مستر هاني مانسي. ممكن بحذف اف في الحالة دي واستخدم بدلها should، يبقى اقول should you come on time you will meet Mr. هاني مانسي. كله بينزل زي ما هو، بس بدل اف بنزل should. الحالة التانية if you came early you would meet me yesterday، في هنا متحددة، بستخدم او بحذف اف واستخدم should، ويجي بعد منها infinitive بدل الماضي البسيط. Should you come early you would meet me. الحاجة التانية ان انا في الحالة التانية ممكن استخدم where بدل if. اذا كانت موجودة where في الجملة بحطها في الاول، طب لو مش موجودة يبقى احط where والفعل اللي في الماضي اللي هو played مثلا، يبقى where to play، where وفاعل to play. يعني لو كانت موجودة زي ايه؟ طيب if I were a millionaire I would buy a villa، كنت هشتري فيلا. طيب بحذف if وبستخدم where اللي هي موجودة اصلا عندي في الجملة، where I a millionaire I would buy a villa. طب لو ما كانتش موجودة وفي verb في ال past simple نعمل ايه؟ بستخدمها في الاول بدل if واقول where he بدل played يبقى to play well، he would win the match، كان هيفوز بالمباراة. بنفس الطريقة أقدر أستخدم had بدل من if لو موجودة في الجملة had. طب لو مش موجودة أو لو موجود معاها past participle، تعالي نشتغل ب had وبعديها فاعل وتصريف تالت عادي جدا. يعني if Sarah had enough time، لو كان عندها وقت كافي، she would buy sorry enough time enough money sorry enough money she would buy a car، كانت اشترت عربية. بحذف if واقول had Sarah enough money she would buy a car، عادي جدا. يبقى انا حذفت if واستخدمت had، ومفيش فعل هنا، مفيش فعل تصريف تالت ولا حاجة، لا ده الجملة او الفعل الاساسي هنا had، فبستخدمها لو موجودة had في الجملة. طب لو موجود معاها تصريف ثالث نشوف الجملة اللي بعد كده حبايبي. If Joyce had run، run هنا تصريف ثالث past participle من run ran run. If Joyce had run quickly she would have won the race، كانت فازت بالسباق. بحذف if وبقول had Joyce run quickly she would have won the race. بكده حبايبي نبقى أخدنا omission of if، حالات اللي انا بحذف فيها اف وبستخدم بدائل ليها. تابعوني حبايبي، جود لك وربنا معاكو، باي باي. حطوا لايك وتفعلوا الجرس ويوصلكم كل جديد واشتركوا في القناة.